اندلع حريق هائل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في سوق ماركاتو، وهو أكبر سوق في البلد. ودمر عدد كبير من المنازل والشركات، وتسبب في إثارة فزع كبير بين السكان المحليين، وكان من الصعب السيطرة عليه رغم كل الجهود الكثيفة المبذولة لإخماده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن حيث اندلع حريق هائل في احد اكبر الاسواق في اثيوبيا. واصدرت رئيسة بلدية اديس ابابا بيانا اعربت من خلاله عن اسفها العميق للخسائر في الممتلكات الناجمة عن الحريق في منطقة ميريكوتا شيما، وسلطت الضوء على جهود اخماد الحريق. وذكرت رئيسة البلدية في البيان ان جهود مكافحة الحرائق اصبحت معقدة بسبب الطرق الضيقة في المنطقة، مما يصعب مهمة سيارات الاطفاء في الوصول الى مكان الحريق. ونتيجة لذلك تم ارسال طائرة هليكوبتر للمساعدة في السيطرة على الحريق، وتشير التقارير الى ان الحريق ينتشر بسرعة مع بذل جهود للسيطرة على الوضع، مما تسبب في اضرار جسيمة للمباني ودمار كبير للممتلكات.